الأصدقاء، السلام عليكم. هذه 4 شهور غادي أول قبل ما نبدأ الحديث غادي نتكلم على البروجي ديال ديزيرتك، اللي رسميا الجزائر كتخلى عليه. هذه 4 شهور بالضبط، كان لو 20 نهار 17، نهار 17 كيف كتشوفوا هنا يا التاريخ، ها هو كيبان لكم هنا، شتيوها هو هنا التاريخ، نهار 17 في ابريل، الصحافة الجزائرية ولا شي مسؤولين جزائريين تكلموا على المشروع ديال ديزيرتك. زعما وشحال من صحافة ولا لي ريزو سوسيو ولا يوتيوب ولا شنو كيتذكروا، قال لك صافي الجزائر غترجع لديزيرتك، وغادي المشروع غادي يكون خاص ما بين غالالمان والالمان والجزائر، وغادي يوليو ينجو الطاقة الشمسية ويصدروها للدول الإفريقية، حيت الجزائر ديما هي كتشوف التصدير. ولكن هادشي ملي يلاه تبون ولا فماشي يلاه ولا، المهم كانت عنده تقريبا عندك واحد جوج ثلاثة أربعة ثلاثة قول، حيت النص شهر واحد شهر جوج مارس ابريل 3 شهور ونص 4 شهور، يلا 4 شهور باش ولا تبون. وما كانش كيعلم الحاله، ما كانش على علم على الحاله الماليه والاقتصاديه ديال الجزائر، ولهذا داك الشيء علاش ناضو لا هو ولا اصحابه ولا سميتو كيتذكروا على هاد القضيه ديزيرتك غادي يتلانسا. نساو باللي اي حاجه اي مشروع اللي غادي دير في البلاد راه خصك ليه دراهم. الجزائر كانت معولة باش ان شاء الله، كيف كانت معولة في 2012 ملي دار ديزيرتك، ملي كان يلا غادي تخلق ديزيرتك، والمغرب شاف بلي هذاك ديزيرتك ما غاديش يصدق شيء، حيت اولا في الاول الجزائر ما بغاتش تلانصا فيه، حيت المغرب كان فيه، حيت المغرب كان غادي يدخل فيه، وكتعرفوا الجزائر اي مشروع اي بيعه وشريه اي اللي في ولا حتى في الميدان السياسي في ما كانت كان المغرب الجزائر اما تسخر ولا تحاول تخرج المغرب او، ولهذا المغرب الجزائر ما كانتش سخونه باش تشارك في هذاك المشروع. ومغير داكشي الجزائر في داك الوقت كان عندها واحد البحبوحه ماليه ما نذكروش عليها، كتعرفوا بالاخص داك الوقت قبل من 2014 كانت عندها 200 مليار ديال الدولار محطوطه في الابناك الاجنبيه، وكانت عندها 40 مليار ديال الدولار في لو فون دو ريغولاسيون اللي كان كيدور اللي كيدوروا به في البلاد. البلاد كتدور عندها واحد 40 مليار باش كتروج في البلاد. الجزائريين قال حنا اش غنديروا هاد، حيت كانوا كيظنوا بلي النفط دايم، زعما المدخول ديال النفط غادي يبقى ديما دايم، هادشي البلان اللي كان على الجزائريين بلي حنا اش غادي نديروا بهاد الطاقه الشمسيه، راه عندنا الغاز وعندنا البترول. وبالاخص حتى بالاخص داك الوقت في 2012 كان الانتاج ديال الغاز والانتاج ديال النفط اكثر من الحالي، اكثر من الانتاج الحالي، وزيد زياده حتى في ذاك الوقت 2012 كان استهلاك ديال الغاز والنفط من عند الجزائريين ماشي هو اللي ولا دابا، راه سنويا كتزاد 7% ديال الاستهلاك في الجزائر، لا ديال الغاز
وديال النفط غادي يلحق واحد الوقت ماشي بعيد من هنا واحد 5 سنين ما يتفو، ولا 4 سنين ونص ولا 5 سنين النفط ما يبقاش يكفي للتصدير، غاي الله غادي يكفي للبلاد، غادي يبقى لهم يبقى الغاز هو اللي باقي عاد كيتصدر، والغاز عمرو حتى لهنا 2035 خصهم يدبروا على شي بيع وشراء اخرى. ولهذا المغرب شاف المشروع، شاف داك المشروع ديال ديزيرتيك، ولكن هو شافه بالنظره الوطنيه، المغرب شاف المشروع ديال ديزيرتيك بالنظره الوطنيه، وشاف باللي هذيك المنطقه كلها لا المغرب ولا يمكن موريتانيا ولا الجزائر ولا ليبيا، وليبيا كانت في حرب وداكشي، ولا سميتو مصر، شو الناس شويه داك الحماس ما عندهمش. المغرب قال انا هذاك كاع البيع والشراء في قوه الاراء وقوه استشارات بالاقص مع الاوروبيين حتى هما كاينين، قال احنا هذا المشروع نطبقوا، غنطبق انا هاد ديزيرتيك المغرب، قال نطبق انا هاد ديزيرتيك ولا نطبقوا على الصعيد الوطني بدون ما ندير بلان باش غدا ولا غدا غادي نصدر. ولهذا المغرب الحمد لله اللي ناض تحزم وتلانصا في هذا المشروع ديال ديزيرتيك المغربي، ماشي ديزيرتيك اللي كانوا غادي يديروا الاوروبيين باش ينتجوا الطاقه الشمسيه وتصدر عندهم. هادشي في هذه تقريبا 8 سنين و7 سنين هادشي التفكير ديال المغاربه. المغرب تلانصا في هذا الميدان ديال الطاقه الشمسيه، ودار نور واحد، نور جوج، نور ثلاثه، نور اربعه، اللي بربعه ولاو اكبر محطة ديال الطاقة الشمسية في العالم، ودار قوة نور، دار نور كاين يمكن باقي ما بدات ولا بدات ديال ميدلت، المهم خدام في هاد سميتو، ودار الطاقة ديال الريح دوك الفرفارات زيوريان فهمتي، وكان زيدو في البراجات. ولهذا المغرب الحمد لله النص اكثر من النص من الطاقه اللي كيستهلك من فضل الطاقه المتجدده، بما فيه الريح، بما فيه الشمس، بما فيه المياه البراجات. وزيد بزياده المغرب ما بقاش كيدخل شري النفط، شري الطاقه الضو بكري كنا كناخذوه على الجزائر، ماشي الجزائر ما كناش كناخذوه على الجزائر، صحيح حيت بشحال من واحد غلط كانت لا كونيكسيون كانت ما بيننا وبين الجزائر وبين اسبانيا وبين كونيكسيون. وهاد لا كونيكسيون شنو معناتها؟ معناتها الواحد اذا كان عنده ضوء طاقه ناقصه مع هو كونيكتي مع الجيران، كياخذ من هنا وكاين هنا وكيتقيد عليه، يمكن لينا المغرب ياخذ مع اسبانيا، يمكن لي ياخذ على الجزائر، والجزائر كذلك كيمكن لي تاخذ الا كان داكشي عندها. حيت شحال من واحد حنا كان شحال من مكلخ، انا بعد نوبات راه غاسكتوا الله يستر ويحفظ، تلقى السلاك مع الناس اللي شويه فاهمين داكشي، ولا دوك المكلخين، وحنا كنبيعوا لكم الضو تريسينتي راه كيجي من عندنا، واش كتبيع علينا؟ حنا المغرب دابا ولا كيصدر تريسينتي، ماشي معناها كيصدر، معناها اسبانيا الا وقفات على تريسينتي كيف كتقولوا نتوما، وقفات على تريسينتي المغرب كيعطيها تريسينتي حيت دابا عنده فائض فهمتي، ولا كينتج حتى هو. ولهذا الشيء خصك تفهموا، هذا كتسمى لي زانتر كونيكسيون ما بين المغرب والجزائر وتونس واسبانيا وبرتقيز وفرنسا، اللي خاص الضو كيعطي الاخر، ونسيت نوبه انا نعطيك انت نوبه انت تعطيني على حساب لي بيك اللي كيكونوا لي بيك ديال لا دوموند. بعد نوبات كاين اوقات اللي كتكون لا دوموند بحال الجزائر، كاين عندها واحد لو بيك ديال لا دوموند في الصيف
حيت جميع الجنوب الجزائري كيستخدم الكليم فهمتي. كذلك المغرب بعض الاوقات، اوروبا في بعض الاوقات وهي زايده. هادشي اللي خصكم تفهموا. ولهذا المغرب ناض طلنسا في هذا الدومين ديال الطاقه المتجدده. الجزائر ذاك الوقت كيف قلت لكم عندها البحبوعه وعندها كلش، ما قالت لا انا هادشي ما صالحش ليا، وبورتو كان عندها المال، عندها الفلوس، والمغرب ما كانش عنده الدراهم. وطلنسا في هذا الميدان بلا مال، ماشي بلا مال، المال جا جا جاب المال، جا حيت ملي كيكونوا عندك الادمغه راه المال ديما كيجي بلا ما، راه خصك تكون غير الفكره، فكره صالحه. وكاينين صحاب المال اللي يجيو عندك يقول لك هذيك الفكره اللي عندك راه صالحه، عجبتني، بغيت نساهم معك فيها. انتي هذا الشيء اللي خصكم تعرفوا. هما هذيك، هما هاد السياسه ديال هاد السياسه ديال لي زانفستيسمون ما عندهمش دوك الناس، ما عرفوا السياسه ديال لي زانفستيسمون ولي يزيد حتى تجيفوا ماليين، عاد ولا كيبان لهم شنو هو لي زانفستيسمون. يجي الانسان من برا يستثمر عنده، هما كاع كانوا قاتلين هذيك السياسه ديال لي زانفستيسمون، قاتلين هذيك اللي باراج، دايرين شي قوانين لاي اجنبي. انا حاملو بالو كنتكلم معكم في الفيديوهات، كنقول لكم عمر انا ما يمكن ليا نمشي نستثمر في الجزائر، غادي نجيب فلوسي ونجيب الفكره ونجي للجزائر وخصني نقلب على شي جزائري ندخلو معايا. ولهذا ديك القانون ديال 51 49 جعل الجزائر ترجع لور 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 في الميدان لي زانفستيسمون، الاستثمارات. ما كانش كاع المستثمرين الاجانب كانوا كيحاولوا باي ما يمكن ما يستثمروش في الجزائر، حيتاش القانون ما كيسمحش ليهم. اولا القانون ديال هاد 51 49، والقانون ديال الربح ديالك، ها انت درتي كاع والو جيتي للجزائر وقبلتي القوانين ديال 51 49 ودبرت على جزائري ودخلتي معك لافير ديالك، ولكن هذيك الشركه اللي درتو الا مشات تربحات الدراهم، وهذوك الدراهم ديالك ما عندكش الحق تخرجهم تديهم لبلادك، فهمتي؟ وشحال من واحد بلوكاوه، فهمتي؟ علاش هذاك المصري الصوايري بعد الجيزي ديالو تفك منها باع الرواسه، حيت ما خلاوش تيشري حتى الماتريال من برا باش يديفلوبي الشركه ديالو. ملي شاف هو ما قدرش وضربوه ما عرفتش شحال من المليار ديال الدينار، ضربوه خطيه، مراجع داروا له واحد المراجع ديال الضرائب، حيتاش خرج دراهمو داهم لبلادو لمصر، فهمتي؟ والمهم هادشي كلشي الجزائريين كيعرفوش شنو هما لي زانفستيسمون، ما كيبدا كيبان لهم لي زانفستيسمون حتى لحقاتهم الميزيريه. المغرب شويه بشويه بشويه لانسا هاد لي نور، لانسا لي زيوليان، حتى بعض الشركات دابا ولا كيجيو للمغرب كيتانستالاو هنايا، وهذاك الماتريال، هذاك الماتريال باش كنديرو حنا باش كنصاوبو هاد لي سونترال سولير ولي زيوليان ولا كيتصاوب هنا. واش كتعرفوا هذوك لي زيوريان؟ كتعرفوا راه كل طرف، هي راه فيها ثلاثه ديال الطرف كيكونوا فيها، وكل طرف فيه 55 متر، فهمتي؟ كل ايوليان وشتي الفورما ديالها ما مقوسه شويه، فهمتي؟ فيها 55 متر، راه كيتصابوا هنا في المغرب، كيتصابوا في طنجه، فهمتي؟ كتصابوا وكيدوهم كيهزوهم بالليل في الكاميو رمورك ولا تي، وكيدوهم حتى لجنوب المغرب. وهاد اليامات راه شحال وهاد اليامات خلينا من الفرفارات ديال لي بانو سولير دابا هاد مؤخرا الى عرفتو. انا ليا انا ما خصنيش نقول بوليزاريو الجزائر ناض كتخوتها هادي ما هادي، حيت داكشي ملي واحد الارتيكل كيكون في الجريده الرسميه راه الجزائر، والو يقول لك لا راه
بوليزاريو ولا لا، راه نتوما اللي مناصرين البوليزاريو، نتوما اللي كتكلموا في بلاصتو. قال لك راه يلا هذا الاسبوع اللي مضى، قال لك راه المغرب راه غبغى يدير ثلاثه ديال الاخره، الاولى غيديرها في العرقوب، في العرقوب في واحد المنطقه، في منطقه صحراويه تما، وغيدير واحد سونترال سولير، سونترال سولير الساكنه، الساكنه الصحراويين فهمتي. ولهذا هما ناضو كيغوتو، زعما المغرب ما عندوش الحق يدير سونترال سولير في واحد الارض ما هيش ديالو. هذا القرايه ديالو هما فهمتي. واخا كاع ما حنا كاع نديرو، ما ديالو شيء دير والو، هادشي مستحيل. والمغرب جا دار واحد محطه ديال الطاقه الشمسيه باش الناس، حيت هذيك المحطه الشمسيه واش هذيك الضوء ديالها غادي يدير ليه الكابل ويجيبها شمال المغرب؟ راه الساكنه تما باش يخدم الشركات ويخدم الوزينات. علاش خصكم؟ فهمتكم ديك النهار قلت لكم المنطقه اللي ما فيهاش الضوء ما فيها اقتصاد، حيت الا بغيتي دير الاقتصاد، بغيتي الوزينات، بغيتي المعامل، بغيتي الالات يخدموا كلشي، خص ليهم الضوء، خصهم الكهرباء. الا ما كانش الكهرباء شي حاجه ما كاينه، ما كانش نهضه اقتصاديه. ولهذا المغرب فهم هذه القضيه، بدا كيدير دابا هاد لي سونترال سولير، ولا كيديرهم كيزرعهم في كل بلاصه، كيزرع شي وحده فهمتي، باش الساكنه المجاوره تستغل هذيك الطاقه الشمسيه. وهما ناضو كيغوتو، علاش 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 هما هم حاضين غير المغرب اش غيدير؟ نرجعو للموضوع ديال الطاقه، الجزائر ديال ديزيرتك اليوم. قبل بعدا قبل ما نرجع للموضوع، بغيتكم تشوفوا معايا هذا الارتيكل هذا ديال الجزائر في هذا الشيء، راه هذا الموضوع دار في افريل 17 ابريل دار، هانتوما كتشوف. ولكن شوف واحد الصوره كاينه، شادي غير نص التصويره، وشوفوا الباقي ديال التصويره، شوفوا معايا حيت مشي لاباج ها هي، وشوفوا الباقي ديال التصويره، شوفوا واش غايبان لكم، شوف واش مصور انا، شوف شتيو شتو واش مصور انا. باش دير هاد الشيء خصك هاد الشيء فهمتي. الا بغيتي دير بحال هاد الشكل، هاد الشيء اللي كتشوف هنا، خصك هادو، خصك باكيات ديال هاد ديال هاد ديال هاد هاد الخير، هاد هاد الملايير ديال الدولار. ولهذا باش دير هادوك تصاوب ديزارتك راه خصك درام، فوالا خصك درام. وكتعرفوا حاليا الجزائر ما عندها دراهم، نكبر لاباج الجزائر راه ما عندها دراهم، الجزائر راه في حالة تقشف، الجزائر في حالة تقشف. دابا كاع أي بيعة وشرية، أي مشروع اللي غيطلب دراهم، الجزائر كما كتساهمش فيه، كتسخر منه. علاش؟ حيت النظام الجزائري الحالي باغي يحتفظ على هذيك البركه اللي عنده اللي بقات ليه على حسب هضرته، ما عرفنا شحال، كيقول هو 50 مليار والله اعلم فهمتي. الوغ في البنك الدولي في لي بون دو تريزور يلاه ما كامله حتى 700 مليون، ما كاملاش، كاينه 680 مليون دولار فهمتي. والوغ فين كاين مخبيين الفلوس الدراهم الاخرين والله اعلم فهمتي. ولهذا حنا درنا هذا الشيء زمان، المغرب ما كانش كيكسب 50 مليار ديال الدولار اللي كتكسبوا نتوما دابا، ودرنا الحمد لله هاد لي سونترال سولير ودرنا داكشي. نزيدكم واحد الارتيكل اخر زوين، مهم بزاف كاع. هانتوما شوفوا معايا هنايا، اصبر انا جاي شوفوا معايا هذا ديال اليوم، هذا الارتيكل ديال اليوم، شتيو نشوف التاريخ هنا. لالجيري رونونس ديفينيتيفمون او بروجي ديزيرتك، الجزائر كتخلى على المشروع ديزيرتك نهائيا، ما بقاتش بغاتو فهمتيو. ولكن في هذا الارتيكل اللي عجبني انا ها
هانتوما اش غادي اش غادي يقول وزير وزير النفط ووزير النفط الطاقه. قراو معايا هنا، هذا هو اللي قال هذا الشيء، ولكن لو بروجي ديزيرتيك اي ديباسي il faut l'oublier. هذا هذا الشيء، هذا السي عطار قال لهم هذا المشروع صافي راه ما فات عليه الوقت وخصنا نساوه. ولكن كاين واحد الكلمات اخرين مهمين قالهم انتوما، قراوا معايا. قال لك نقرا لكم انا هذا الشيء فرنسي ونحاولوا نترجموه بالعربيه. 2010 هذا لو بروجي ديزيرتيك avait proposé à l'Algérie des investissements dans les énergies renouvelables. الجزائر ديما كتستنى هي لي زانفستيسمون. تنسى الجزائر كانت كتستنى، علاش تخلات على البروجي ديال ديزيرتيك؟ ولو كانوا عندها كانت عندها 200 مليار ديال الدولار، كانت كتستنى هاد الناس صحاب ديزيرتيك هما اللي غيجيو يديروا يبنيو ويديروا يصاوبوا الحديد ويصاوبوا هذوك لي بانو سولير وكل شيء. ولكن الجزائر ملي كتعرف راسها غتخسر الفلوس كتسخر اللور. الور قراو لينا هنايا، قراو هنايا هاد الاخ هادي الجمله الاخيره هادي. فات نو لي زينيرجي رينوفابل اون امبورطون لي زيكيبمون اي لي تكنيك اي دون اي دوني نو دو غاز. زعما دابا هاد السي عطار هاد الوزير وزير الطاقة الجزائرية بزعما سو ديدواني، زعما ماشي لافوت ديال الجزائر، ماشي لافوت ديالنا حنايا، فهمتي؟ لافوت ديال هادوك، ديما هما لافوت ديال هادوك. اش كيقول اش كيقصد ديك الهضرة اللي قال؟ كيقول لك الأوروبيين قالوا لينا اشرو من عندنا الآلات باش تخرجوا الضوء والتقنيات، نوريكم التقنيات وانتوما خلصونا بالغاز، فهمتي؟ انا عندي واحد السؤال لهذا السي عطار، واش المغرب ملي تعاطى الديزيرتيك تعاطى المشاريع ديالو ديال لي زيوليان وتعاطى المشروع ديال لي دوك لي بانو سولير ديال روح ديزيرتك ديال المغرب، ربعة ديال لي نور، نور واحد نور جوج نور ثلاثة نور ربعة نور ميدالت ولي نور الاخرين، فهمتي؟ واش المغرب راه ما كانش عنده الغاز، ما عطا غاز الاوروبيين عول على دراعو، علاش نتوما ما تعولوش حتى نتوما بحال دار المغرب تعولوا على دراعكم؟ علاش خفتوا تعطوا الغاز وخفتوا تشرو يبيعوا لكم يبيع؟ زعما في بالكم نتوما راه غادي يشمتوكم؟ مال المغرب تشمت؟ ها المغرب ملي تلانصا في هذا الميدان ديال ديزيرتيك ديال الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه والبراجات وكل شيء، واش تشمت؟ ما تشمتش الحمد لله. وانتوما ديما كيقول لك نيت العمى في عكازو، دروك وليتو كتقولوا هاد الهضره، هاد الهضره ديال لا راه كانوا باغيين يشمتونا، كانوا باغيين يبيعوا لينا لي بانو سولير ويبيعوا لينا التقنيه وخلصونا بالغاز. هي هذا الشيء اللي كيقول مسيو عطار، المغرب ما كان عنده غاز ما يبيع، ولكن عول دراعو عول لي زانفستيسمون عول كلشي ودار داكشي. دابا هادشي نتوما ولا هاد الهضره كتقولوها حيتاش حشمتو تقولوا، كندوي مع النظام ما كندويش مع الشعب الجزائري، حشمتوا تقولوا باللي الجزائر ما بقى عندها دراهم وخصها باي ما يمكن تحتفظ على ديك جوج فرانك اللي عندها. هذا الشيء علاش الجزائر تخلات نهائيا، كتخلى نهائيا على البروجي ديزيرتيك. ها هو ها هو قرا معايا هنا خويا، قرا قرا قرا. لالجيري رونونس ديفينيتيفمون او بروجي ديزيرتيك، هذا النهار اليوم تكتب هذا الارتيكل، فهمتي؟ ولهذا الجزائر ماشي تخلات على البروجي ديزيرتيك حيت ما بغاتوش او داز وقتو اهل، لا تخلات عليه. علاش؟ شكون اللي كيمنع الجزائر حاليا
دير هاد هاد المشاريع ديال الطاقه الشمسيه كيف داير المغرب. دار المغرب دار، ورغم ذلك المغرب دار لا بلو غروند سونترال او موند تي، ودار دوت سونترال تي. وانتم مالكم، شكون اللي منعكم؟ بحال هادي ما عرفتش شحال شي ايام تموت فريقا، ما عادش تقريبا شي 8 سنين ولا 7 سنين ملي المغرب تلانسا في نور، ملي لحق النور 3 نات لالجيري كتبت واحد الارتيكل واحد لالجيري فا فيغ لا بلو غروند سونترال سولير او موند. شحال؟ 4 جيجاوات. 4 جيجاوات، عرفتي 4 جيجاوات ولا ما عرفتوش؟ دابا كينطقوا بلي جيجا وما عارفينش سي كوا. 4 جيجاوات سي 4000 ميجاوات. سونترال نور بربعة يلا لحقا 1 جيجا. وسولتي وانتوما ديريكت بغيتي ديروا 4 جيجا، ما قلتوش نديروا شي وحده ديال 300 ميجا ديال 200 ميجا 400 ميجا. كتمشوا على مشوا على على قد جهدكم وشوي وزيدوا واحده اخرى من بعد ونسي دو سويت. انتوما ديريكت 4 جيجاوات 4000 ميجاوات. هذاك الشيء كنقول لكم هذوك الناس الله يستر ويحفظ راه اش غنقول لكم، راه كيأديو ثمن الغلاء اغلاط ديالهم. من اللي الجزائر حاليا كتأدي ثمن الاغلاط ديالها من اللي كانوا عندها الملاير وما دارت بهم والو. المغرب اللي ما كان عنده، المغرب بحال عرفتوا شنو وقف هاد القصه ملي كتلاحظ المغرب والجزائر الصرصار والنمله تمام الماروك لا فورمي كي ترافاي بوتي تا بوتي شويه بشويه 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 الحمد لله. ماشي غير في ماشي غير في الطاقه، لا جميع الميادين فهمتي. او الصرصار الجزائر اللي هي مال ايوم مال او مالاتي كيقولوا لها ايوم مالاتي ولا. المهم ودابا جا وقت الحساب، والمشكل واخا كاع واخا جا الحساب دابا هما حيت كانوا شتو كانوا عرفتي تصارى تصرو كانوا تصرو ملي كانت المال موجوده بوجود الخير موجود كيتحسب لهم هذاك الوقت غادي يعاود ترجع. ولهذا دابا عندهم هذ 50 مليار والثلاجه ولا بقات عندهم خاويه بقى كيمشيو للثلاجه يقلبوا ما ياكلوا ما كيلقاو فيها والو. صندوق صندوق ديال لو فون دو ريغولاسيون اللي كانت في 40 مليار دولار خويا هذه ما بقاش. ولا كيقولوا خصنا هاد البركه اللي بقات لينا نحتفظوا عليها الوقت والزمان هذا ما تعرف فهمتي. حيتاش لي زيدي راه ان بي سي كوا سي دي زيدي لي انفستيسمون راه كاينين كاينين الناس خدمتهم هي هذيك كيقلبوا على لي زيدي في اي بلاد كاينه كيجي يقول لك خويا عندك هاد الفكره عندك زينه بغيت نستثمر عندك فيها يلا. ها اللي خصكم تفهموا هاد الشيء نتوما هادي خصها واحد المستوى فكري يكون شويه طالع فهمتي. فوالا الاصدقاء الى اللقاء. الي الى بروشين.